الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وقد في هذا المقطع القصير والمهم إن شاء الله النظرية الكمية في النقود Quantity Theory of Money. على بركة الله نبدأ. يعود تاريخ هذه النظرية إلى أكثر من قرنين من الزمن، لكن تطورها خلال العقود الثمانية الماضية يعود إلى عالم الاقتصاد إيربين فيشر البريطاني هذا، ثم جون كينز البريطاني من بعده جون كينز، والاقتصاد الأمريكي ميلتون فريدمان. يمكننا اختصار النظرية بواسطة تعريفات والمعادلة البسيطة الآتية، يعني أشياء بسيطة جدا لكنها مهمة في حياتنا الاقتصادية. نعرف الآن ما يسمى بعرض النقد Money Supply بالرمز M. هذا M هو Money Supplied أو عرض Supply عفوا أو عرض النقد. هنا Y تساوي Real GDP اللي هو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وعندي P يساوي Price Level اللي هو مستوى الأسعار. بالماكرو إكنوميكس عرفنا في مقاطع سابقة مستوى الأسعار أو ما يسمى Price Level، وأخيرا الآن V اللي هي Velocity of Money سرعة تداول النقود. هذه الأشياء الثلاثة الأولى معروفة، عرض النقد معروف لدينا من النظرية الكلية، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معروف، مستوى الأسعار، لكن هذا سرعة تداول النقود V Velocity of Money اللي هي مقصود بها الآن وحدة كل النقد، كل وحدة من النقد، الدينار، الدولار، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي وما شابه، الدرهم الإماراتي، كم مرة أنفق خلال أو يعني تم تداوله من بائع إلى مشتري، من بائع ومشتري إلى بائع، من مشتري إلى بائع، هكذا كم مرة الآن تم تداوله. فلنفترض بأن الدينار الآن كان معي دينار، أنا أنفقته أول مرة، ثم فلان أنفقه ثاني مرة، ثالث مرة، وهكذا 10 مرات خلال السنة، وبالتالي سرعة النقود تساوي 10 بهذه الحالة. إذن Velocity of Money هي عدد المرات التي يتم خلالها إنفاق وحدة النقد. ونعرف معادلة الناتج المحلي الإجمالي أو الإجمالي لإسمي نومينال الآن كما يأتي. هذه الآن M في V اللي هو عرض النقد مضروب في Velocity of Money عدد مرات إنفاق أو تداول وحدة النقد تساوي مستوى الأسعار في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. هذا الآن هنا هو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نومينال GDP، وهنا حاصل ضرب عرض النقد في عدد مرات إنفاق النقود اللي هو عدد المرات الذي أنفقت فيها وحدة النقد مضروبة بكمية النقود. إذن لدينا الآن هذه المعادلة البسيطة، ويمكن منها اشتقاق الكثير من الأشياء. وعلى سبيل المثال، لكن قبل ذلك نذكر بالتعريفات: عرض النقد M، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Y Real GDP، هنا مستوى الأسعار Price Level P، وأخيرا سرعة تداول النقود Velocity of Money اللي هي V، والمعادلة البسيطة هنا الناتج المحلي الإجمالي الإسمي فهي M في V تساوي P في Y. الآن لنفترض بأن عرض النقد M تساوي 100 وحدة، 100 مليون، 100 مليار، ما تفرقش معنا وحدات الآن القياس، لا تهمنا، بهمنا المبدأ الآن. M إذا تساوي 100، قيمة الناتج المحلي الحقيقي Y تساوي 200، مستوى الأسعار يساوي P اللي هو 1.5. لذلك من هذه القيم البسيطة يمكن لنا أن نحسب ما يسمى بعدد المرات التي أنفقت فيها كل وحدة نقد لكل فترة زمنية. V من هذه المعادلة V تساوي P في Y على M، يعني فقط ننقل الأشياء هاي، V تساوي هذه على الM، فV تساوي P في Y، لكن P في Y الآن هي القيمة الإسمية مقسم على كمية اللي هو عرض النقد، وبالتالي بنعوض عن P ب1.5، وهنا عندي Y الجي دي بي الحقيقية ناتج المحلي الحقيقي 200 قسم على عرض النقد 100 وتساوي 3. ما هي الثلاث الآن؟ هذه الثلاث هي عدد مرات إنفاق كل وحدة نقد في كل فترة زمنية. لنفترض أنه القياسات كان عندنا خلال سنة، وبالتالي الدينار أو الدولار أو الجنيه مهما كانت حدود القياس هنا والعملة 3 مرات تم إنفاقها خلال السنة هذه إذا ما أعطينا هذه البيانات. بالكيفية ذاتها الآن، بالكيفية ذاتها price يساوي M في V مضرب مقسم على Y. هون price هذا يساوي M في V مقسم على Y، أي كلما زادت الآن منها نشتق الآن أو نتعرف على هذه الظاهرة، ظاهرة التضخم النقدي. P تساوي M في V على Y، أي كلما زادت كمية النقود، هنا كمية النقود لاحظوا لي لما نضربها ب V مقسم على Y طلع عندي مستوى الأسعار، فكلما زاد البسط وبقي Y ثابت
كلما الآن ارتفع يعني كلما زادت كمية النقود وإنفاقها ارتفع مستوى الأسعار، وهي ظاهرة التضخم النقدي، وهي الآن مكمن أو السر في هذه المعادلة البسيطة، أي أننا الآن نستطيع أن نتعرف على التضخم السعري من خلال كمية النقود فقط لا غير، إذا تعرفنا على كمية النقود لعرض النقد في عدد المرات التي تنفق فيها كل وحدة نقد مقسم على جي دي بي بافتراض أن الجي دي بي ثابت. لكن إذا ارتفع هذا الجي دي بي معنى ذلك يمتص الزيادة في الأسعار، لأن العرض الكلي بيزداد وبالتالي الأسعار قد تنخفض أو تبقى عن مستوى معين. لكن بدون زيادة الجي دي بي مستوى الأسعار سيبقى يرتفع، ما يعني بأن هناك ظاهرة تضخم نقدي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع البسيط السريع المهم جدا لكم أحبتي طب الاقتصاد الكلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء بإذن الله تعالى قريب بإذن الله، والسلام عليكم.